عايز والحمد اروح لله لمعتز قدرنا بقى، نحققها يعني. تعال نروح لمعتز وتقول لنا ليه اخترت بقى الخماسي الحديث. انت اتكلمت على البطولة الأخيرة، فعايزينك بقى تتكلم ليه اخترت اللعبة دي. انا كنت في الاول خالص كنت بتمرن غطس، وبعدين حصل يعني شويه ظروف كده ما قدرتش اكمل. كان اخويا الكبير واختي بيلعبوا خماسي، فاهلي قالوا لي، قعدت فتره بعد ما سبت الغطس ما اتمرنش رياضه، فاهلي قالوا لي ما نجرب الخماسي وتخش تشترك معاهم ونجرب، فدخلت الخماسي. حلو، قول لنا بقى يومك بيبقى ماشي ازاي؟ بتتمرن كام يوم في الأسبوع؟ حصصك التدريبية بتتمرن كام ساعة في اليوم؟ لا يعني التدريب في كام تمرين في اليوم؟ ممكن التمرين 4 تمارين في اليوم. في الأسبوع بقى هو أنا بتمرن كل يوم ما عدا الجمعة، بيبقى راحة سلبي. ايه تاني؟ ايه؟ بتعمل ايه تاني؟ يعني كام، انت قلت لي كام يوم في الأسبوع؟ كل يوم، كل يوم ما عدا الجمعة، كل يوم ما عدا الجمعة. وكم ساعة في اليوم؟ يعني ممكن نوصل ل6 ساعات كده. نظام التغذية بقى ماشي معاك ازاي؟ بتتابع مع حد، في حد في المنتخب بيتابع معاك القصة دي عشان ما تلخبطش طبعا في الأكل في البيت طبعا. لا بس لسه من فترة متابع مع دكتور عبد الرحمن، شغال بقى بمواعيد مواعيد، يعني مثلا أكل 4 الفجر عشان بتبقى السباحة من 4 الفجر. بعد السباحة الفطار وجبة عادية كده، الساعة 3 قبل تمرين الجري، والساعة 6 بعد التمرين ما يخلص.